رجليه ما عينك؟ اه شنو ذول عفوا؟ ابوي انزع بدي انزع مو حد انزع والله الطيب بدي تصوف الطيب انت الطيب طلع بدي هم خي يلبسونه هذا هو تقع ماكو هسه اشوف لك تقع يا الله يا الله يا الله ويلي رب لا 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 تحرك روحك هم خي يلبسونه خليك كتشي خلي هم يلبسونك خالد اعتذر معتم اعتذر اذاك اذاك ما اعتذرت نعد عدل خالد ها ابو العجلك بدل البدله تبدله انت البديات حلوات بس انت شيء يلبسونك الساعه نزع ادري شنو مو حلو تريد بدي ثاني اه ليش طبعا طبعا شباب ترى عبود ما عنده هاي سالفه بس احنا نريد لضحكتكم ومستكم ترى ذول كلهم اصدقائنا عبود جاي شاق وياهم طبعا الفكره مو تقول ها عبود يدور يدور لا والله كلهم اخواننا ذول واصدقائنا بس احنا شني نريد ابتسامتكم وضحكتكم وتعالوا الملابس فتشي روعه هذا صوفوا ان شاء الله ما يقصروا وياكم اي واحد يجي من طرف السماره صوفوا يطيب بدني ب 5000 لا 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 شنو هسه هذا شنو ما انت والله كلش انتهيت انت والله انتهيت انزعه انزعه اي طي طي غير بودا ما عجبه هنا كلهم حلوات بس عبود ما عجبني هذا ليش ما عجبك؟ عجبوني ذول يعني ذول اي 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 عبود يلا فرصه نزع 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 شنو هالملاس عمي؟ لا هم يلبسونه هم يلبس ابوي انت لا تعب روحه لبسوه لبسوه حتى نلبسهم لبسوه اشكرهم اعتذر من عندهم مشكورين ويا غساله وهيدفون بعد قلبي شباب بلع عباس ملابس راقيه وجوه هذاك ما اعتذرت منه بعد قلبي ايه شبابنا من نحل بشارع الناصريه بشارع الناصريه بالناصريه بشارع الجمهوريه محمد مصطفى جاسم يريد حسابه يجينا على الخاص وانا اطيح حسابه هاي الملابس هو كلها ملابس ايه هذاك ما اعتذرت من ذاك يلا هسه هذا هو شباب يلا